سيدي نقعد في القهوة ما يحكيوا لي كان على النقار. جنرالات متقاعدين يحكيوني على النقار، وليت أنا نضحك من خلال كلامهم على النقار ما شفتوش. نهار تفرجت شخت بالضحك، عجبني النقار، عجبتني البساطة، عجبتني المواضيع الهادفة. أنت وياه وسومية تمثلوا ثلاثي ممتاز جدا. لعلمك سي نوفل أول ما قال تكتب عليهم أنا كتبته على النقار، وبعدها تلهوا بهم التلافز في بعض القنوات. بعد ما كتبت أنا على النقار وكتبت على سي معز وكتبت على سومية وقلت هذوما يلزمهم يتشجعوا. لكن وقت العرس النقار وجاوك الفنانين الكبار هذوك اللي ظهروا في الصورة، والنقار على فكرة صديقي راه، قلت له يا نقار رد بالك، راك باش تسمع برشا كلام، خليك مع أصحابك. البارح في التليفون قال لي عندك حق، كلمني متزاير، هذه المفاجأة. نقار كلمني متزاير ومتحسر برشا على الفراق بينك وبينه، يحس أنك أنت تكملوا. علاش قلت لك أنا شنية الخلافات؟ هو عبر عن حبه ليك واحترامه ليك، وقال لك إجا نرجعوا كما كنا يا معز ونسويوا الخلافات. نجم نتدخل أنا كأكل ميكور؟ تفضل. مانيش نعمر لك في راسك، زعما ندم بعد ما نجحوا فيديوهات معز؟ والله أنا ما سألتوش على هذا، أنا لمته من أول نهار. إيش قولك في جملتي؟ أنت معناتها زعما ندم من الأول. من الأول لحظة تفضل. نقار نحبه أنا، من الأول زابا معز، أما كي فيديوهات معز تكسرت الدنيا، مع العلم أنه النقار ما عاودش عمل فيديوهات ناجحة، معز هو فيديوهاته ناجحة. زعما ندم لسبب هذاك. شنو ترى معز؟ شنو ترى معز؟ باهي والله يا خزر انا والله سامحني دخلت شويه شك في سؤالك. خويا نوفل انا والله لا نحسبها كما راهو، احنا بيناتنا معناتها عشره طويله مع النقار، معناتها نشوفه ناجح انا نفرح، عشره طويله ياسر معناتها مع بعضنا، وكنا مجموعه مع بعضنا في دار ثقافه وكذا، لكن معناتها هو خير يقعد في الجنوبيه راهو، وانا بعد فهمتني معناتها انا يفرحني انه يخدم معز. علاش كل واحد مشى في طريق؟ علاش؟ تو انت فنيا معناتها فنيا اخي مش تبقى ديما، انا زاد الواحد لازم يجدد. خرجتوا لانك ما خلصتش من الجنوبيه ولا خلاف فني؟ لازم يجدد الواحد. قلت لك راهو مشروع متكامل انا في مخي، راهو وما يمنعش انه معناتها نجم نخدموا مع بعضنا. خرجت لانك ما خلصتش من الجنوبيه. سلسله في رمضان نجم تكون، ينجم يكون فيها ما يمنعش راهو.